الآن ينضم إلينا من واشنطن مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق ديفيد شنكر، كما ينضم إلينا من طهران دكتور محمد صالح صادقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. من بيروت ينضم إلينا الباحث السياسي دكتور مكرم رباح، أهلا بكم جميعا وشكرا على قبول الدعوة. البداية من إيران من الدكتور صادقيان. دكتور صادقيان، هل تنوي إيران بحسب اعتقادك أن تدخل هذه الحرب ضد إسرائيل؟ يعني دا أسمع الترجمة مع الأسف، ما دا أسمع السؤال. دكتور صادقيان تسمعني؟ دكتور صادقيان؟ أعتقد أن الدكتور صادقيان لم يسمع سؤالي. أنتقل إذن إلى الدكتور رباح. دكتور مكرم رباح، الخير. إلى جانب حديثنا عن إيران بالتأكيد، وكان هذا سؤالي صادقيان للدكتور صادقيان، ولكن الجبهة الشمالية لإسرائيل أو الجنوبية للبنان مهمة جدا، هي تشهد منذ بداية هذه الحرب تصعيدا ضربات وضربات متبادلة. في البداية لنتفق على توصيف واضح لهذا الوضع، هل ما زلنا نتحدث عن تصعيد محدود فقط، أم يمكن القول إنها مؤشرات دخول لبنان أو دخول حزب الله لحرب؟ أنا شخصيا أسمي ما يحصل في جنوب اللبناني بالمسرحيات الجهادية، لا سيما بأن كل من الطرفين لا يزالون يتقيدون بقواعد الاشتباك، وأن معظم الضربات هي على مواقع عسكرية حدودية، ولم يتم استعمال أي من الأسلحة النوعية التي قد تؤدي إلى فتح الجبهة، لا سيما بأن الطرف الإسرائيلي بالرغم من وجود نزعة معينة عند بعض الساسة على اقتحام أو على غزو لبنان، كون هذه مشكلة مستمرة، لا أعتقد بأن المجتمع الدولي يغطي هذا الشيء، وأعتقد بأن المعركة على الحدود الشمالية ستكون شرسة إلى درجة سيتم نوع من أخذ التركيز على ما يحدث في غزة، هذه بالمنطق الإسرائيلي. أما في المنطق حسن نصر الله، بطبيعة الحال هو لا يريد أن يدخل في معركة خاسرة، لا سيما بأن لا إيران ولا حزب الله يكترثون لماذا يحدث في غزة من قتل للمدنيين، وهذا الكلام بأنهم سيتحركون فور بدء العملية أو الغزو البري هو كلام خارج عن المنطق. ما يحدث الآن أسوأ بكثير من أي اشتباك بري بين حماس أو بين غزة وبين إسرائيل، ويضاف إلى ذلك بأن الوضع اللبناني الداخلي لا يسمح لأن نقوم بأي مغامرة وأي ضرب انتحاري كالذي تخطط له إيران وحسن نصر الله. نعم، وهنا ننتقل إلى الجانب الإيراني للدكتور صادقيان. في 15 من أكتوبر كان لدى عبد اللهيان تصريح لافت وكرره اليوم كذلك، ويتحدث عن ضرورة إيقاف الهجوم على قطاع غزة، وإلا ستضطر إيران لاتخاذ إجراء ما. كذلك اليوم يقول إن المرحلة أو المنطقة ككل هي كبرميل وقود، ولكن في المقابل هناك تصريحات إيرانية أيضا في الأمم المتحدة تخفف اللهجة وتقول إن طهران غير معنية بأي تصعيد إلا إذا ضربت مصالحها. ما الموقف الإيراني السليم أو الصحيح أو الذي يمكننا نعرفه بحسب مصادرك؟ إيران معنية بالدخول في حرب أم لا؟ مساء الخير. أنا أعتقد بأن هناك يجب أن ننظر إلى الموقف الإيراني أو التصور الإيراني الذي أعلنته طهران منذ 8 أو 7 من أكتوبر لحد الآن. هذا التصور الإيراني يستند على قضية معينة، وهو أن هناك تصعيد من قبل الجانب الإسرائيلي من أجل ابتزاز الموقف الأمريكي للدخول في الحرب. والولايات المتحدة منذ 7 أكتوبر مساء قال وزير خارجيتها سيد أنتوني بلينكين، قال بأنه لا يملك والولايات المتحدة لا تملك أي معلومات أو أي أدلة أو وثائق تدل على ضلوع إيران في التخطيط أو التوقيت لعملية طوفان الأقصى. الإيرانيون قالوا ذلك على عدة مستويات، قالوا بأنهم لم يكونوا متورطين ويعرفون بالتخطيط والتوقيت، لكن الإيرانيون الآن وهذا ما تفضل
تفضلت به الآن نعم. وما أكده أمير عبد اللهيان قال بأن المنطقة على برميل بارود وربما ينفجر في أي لحظة، لأن الإسرائيلي من خلال استمرار هجماته على غزة وقتل المدنيين والأطفال والنساء وما إلى ذلك يريد أن يحرك الجبهة الشمالية وتحديدا حزب الله. حزب الله قال بأنه، والإيرانيون يقولون كذلك، بأنه إذا استمرت هذه الهجمات وهذا القتل والإبادة الجماعية على غزة فإنهم سوف يضطرون، الإيرانيون يقولون بأنه يحرك الجبهة الشمالية لا يملكون الدكتور صادق أن يحرك أو تحرك إيران الجبهة الشمالية ولكن دون أن تدخل بنفسها أو تجر إلى حرب مع الجانب الإسرائيلي. تقول بأن المفتاح مفتاح الجبهة الشمالية ليس بيدها، وهي تقول دائما بأنه إذا تحرك حزب الله، وتقصد حزب الله، إذا تحرك حزب الله لسبب أو آخر، لقرار، لموقف هو يتخذه، إيران لا تستطيع أن تقف حائلا أمام ما يتخذه من قرار. وبالتالي الإسرائيليون يبدو لي أنه افتهموا ذلك، يريدون أن يبتزوا الموقف الأمريكي من أجل جره إلى مواجهة تكون مواجهة أمريكية، وأمريكا هي التي تتكفل بإيران وبحزب الله. والإيرانيون وحزب الله لحد الآن هم يضبطون يعني ضبط النفس من أجل عدم الانجرار وراء الخيار الإسرائيلي ووراء التوقيت الإسرائيلي. وبالتالي ما نسمعه من تصريحات إيرانية هي لا تريد التصعيد، ولكنها بذات الوقت لا تريد استمرار عمليات الإبادة الجماعية والقتل الجماعي التي تمارسه إسرائيل بحق سكان غزة. وهنا انتقل السيد ديفيد، على ما يبدو إن اشتعلت أي جبهة ستكون جبهة الشمالية الإسرائيلة وجنوبية للبنان، وإيران بحسب كل المؤشرات غير معنية الآن للدخول بشكل مباشر في أي مواجهة مع الجانب الإسرائيلي. هل هذه الصورة التي تراها فعلا واشنطن، هل تعتقد واشنطن بأن إيران إلى غاية الآن لا تريد أن تدخل في حرب مباشرة؟ مساء الخير لك ولمشاهديك. لا أعتقد أن إيران تريد مواجهة مباشرة مع إسرائيل، لكن كما رأينا فإن إيران يمكن أن تقاتل إسرائيل حتى آخر عربي وتستغل ميليشياتها، وقد شاهدنا هذا التصعيد المتعمد من إيران، الهجوم على القواعد الأمريكية 5 مرات في العراق وسوريا، وكذلك تحريك الحوثيين الذين أطلقوا مسيرات و19 صاروخا من اليمن. أما بالنسبة لحزب الله تحديدا فأنا أتفق مع مكرم أن إيران لا تريد أن تهدر ما لديها، فهي تريد حزب الله لأن يكون قوة رادعة لتوقف إسرائيل وتبعد الأنظار عن برنامجها النووي. ولا أعتقد أنهم يريدون أن يهدروا هذه الأصول التي تمتلكها إيران، لكن في الوقت ذاته هناك ضغط كبير على حزب الله من أجل أن يتدخل. ربما هذا مسرح، لكن على مدى 10 سنوات تورط حزب الله في قتل العرب وساعد نظام الأسد في قتل الآلاف من السنة المسلمين السوريين العرب، وبالتالي هذا أمر قد يتطلب بعض الخطوات، إلا أنه يمكن أن يخرج عن السيطرة بسهولة. لدي قلق كبير حول توسيع الجبهة كلما طالت الحرب، والآن عندما ابتعدت إيران في هذه الزاوية وقالوا أنهم تحدثوا عن حشد الشعبي وحزب الله والحوثيين، إن قامت إسرائيل بأي تدخل بري فهم سيتدخلون، وهذا أمر سنراه قريبا. نعم، في هذه الحالة ننتقل للدكتور رباح. إذن على ما يبدو مثل ما ذكرنا ومثل ما ذكر السيد ديفيد وحتى الدكتور صادقيان بأن التصعيد الأساسي إن توسعت للحرب ربما تكون في الجبهة الشمالية، ولكن لا نعلم إلى غاية الآن حجم هذا التصعيد أو حجم المواجهة.
ما الاعتبارات التي يضعها بحسب اعتقادك تضعها أو يضعها حزب الله في تحديد حجم المواجهة أو حجم الدخول لهذه الحرب؟ ست سارة، من الضروري هنا أن نشير بأن حزب الله يملك المشيئة أو الإرادة العملانية، أي هو يقرر كيف يضرب، ولكن القرار أو الأوامر تأتي من طهران. وفي آخر المطاف كيف نظرنا إلى هذه المواجهة؟ أن حزب الله مسؤول بشكل مباشر في رفع القدرات القتالية لحماس، وهو كما رأينا حول جنوب اللبناني إلى مسرح، بحيث قواعد الاشتباك كذلك تطبق على بعض الفصائل التي هي تنتمي إلى محور الممانع، منها الجهاد وحماس وحتى بعض التنظيمات اللبنانية. ليس هناك من اعتبار لبناني، فكما ذكر ديفيد بأن إيران تقاتل بأموال غيرها وبأرواح غيرها. بالنسبة لإيران كل هذه المنطقة هي مجرد ملعب من أجل تحسين المفاوضات، لا سيما بأن الديمقراطيون في آخر المطاف لن يترددوا في عقد الصفقة. والشيء المخيف بالنسبة لي كلبناني بأن عند انتهاء الحرب قد يكون هناك بعض الأصوات في الغرب تقول لنلزم لبنان إلى حزب الله، فهم قد أثبتوا بأن بالرغم من ترك البهلوانيات على الحدود مع إسرائيل لم يقوموا بإطلاق النيران الحقيقية ولم يكبدون خسائر، ومن هنا هم أفضل من الإسلام السني بين قوسين. عليكم أن تتعاملوا أي مع داعش أو تتعاملوا مع النسخة الشيعية من داعش، وهنا حزب الله أفضل بكثير، وذلك بحسب هذا المنطق الموبوء. نعم الدكتور صادقين، وهذا سؤالي الأخير. نقلت رويترز عن دبلوماسي إيراني كبير قوله بالنسبة لكبار القادة في إيران خاصة المرشد الإيراني الأولوية بقاء الجمهورية الإسلامية أو بقاء إيران. لهذا السبب تستخدم السلطات الإيرانية لهجة قوية ضد إسرائيل منذ بداية الهجوم، ولكنها تمتنع عن التدخل العسكري المباشر. هل هذه قراءة إيران فعلا لإمكانية التدخل من عدمها؟ بقاء إيران الأولوية والابتعاد بالتأكيد عن أي تصعيد مع الجانب الإسرائيلي؟ باختصار شديد من فضلك. نحن نتحدث عن معركة حقيقية واقعة في غزة، وبالتالي لدى إيران أصدقاء سواء كان في العراق، في سوريا، في لبنان، في اليمن. هذه ضبط الشارع العربي، ضبط إيقاعات هذه أصدقاء إيران من الصعب. الإيرانيون لا يريدون تصعيد، لا يريدون الحرب. أنا موجود في إيران، أنا قلق من التصعيد، وبالتالي إذا ما حدثت أي تصعيد في جنوب لبنان معنى ذلك تورط حزب الله في القتال، وقتال شرس سوف يكون مع إسرائيل. الإيرانيون سوف يقفون إلى جانب حزب الله. للأسف الوقت المخصص للأخبار الليلة انتهى. شكرا دكتور صادقيان، دكتور محمد صالح صادقيان، والدكتور مكرم رباح، والسيد ديفيد شنكر. شكرا جزيلا لكم جميعا. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.